هذا الحرمل هو من أنواع النباتات المرة، ينبت طبعا في الأودية والأرض اللينة خاصة، ويكبر حجمه إلى ممكن ارتفاعه متر، والجوانب يصل إلى 4 متر إلى 3 متر. ثمره أبيض، هذا وردة أبيض صغير له رائحة جميلة. الورد نفسه يستخدمه النحل خاصة، يقطف منه ويقع عليه كثيرا. له ثمر طويل على شكل الإصبع، يتحول سبحان الله هذا الزهر إلى الثمار القرابي. طبعا هو يستخدم لعدة أنواع في العلاجات، وخاصة الحيوان يستخدمونه كل بداية شتاء أو كذا، ينقعونه في الماء لقتل الديدان وغير ذلك، ويستخدم أيضا لطب الإنسان أيضا، ولمرارته وقوته يستخدم في دباغ الجلود. شجرته متوفرة في كثير من الأودية طبعا، وغالبية الأودية اللي يكون فيها الحرمل يكون معه العشرق و المرخ وغير والشيري، هاي تتوفر. شوف الثمرة، شوفوها على شكل الإصبع، لاحظناها سبحان الله طول الإصبع، وهي ثنتين تنقسم سبحان الله، وبعض الأحيان تكون مفردة. وله فترة، فترة الربيع خاصة والشتاء، يعني بداية الشتاء وكذا يزهر ويثمر كما نلاحظ. شوف أغلبها يجي على ثنتين ثمرتين، يخضر دائما طبعا، مخضر غالبية وقته مخضر. شوف نقارنه مع الحرملة الأخرى، شوف سبحان الله الورد مليح يظهر عليه، يتزاحم الوردة الأبيض الجميل، ثمرة كما نلاحظ.